الاتحاد العاصمة، رأسية بن يحيى تمر جانبية، حسن حظ المولودية أن بن يحيى ما خلاش الجهد في انتظار قادم الدقائق. عرجي لمزيانو وجعل جعل ينقذ المولودية من كرة كودري، الخطر لا زال قائما. بغيد يراوغ يتقدم، تسديدة أخرى قوية فوق العارضة أيضا للمولودية. هذا هو الديربي، حتى لما تكون في أسوأ حالاتك بإمكانك أن تسجل. المولودية هكذا نفذت الركنية وبن تبقى يريدي في تنفيذ هذه الركنية. وجانبية جانبية كنت تتحدث عن إبارة، بال قدر بال قدر بال، ماذا يقول عبيد شرف؟ يقول الإعادة يا زيد يا بلكوت، ماذا تقول الإعادة؟ الإعادة من مختلف الزوايا، تكلمت الصورة وتكلمت الإعادة. أمضى أمضى يواصل يتوغل أمضى، وإلى الركنية. نقاش 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 في أول انفلات، والحارس مابوش خرج في الوقت المناسب وأنقذ الموقف. أي تمريرة من أمضى لنقاش، ما وصلش عليها في الوقت اللازم، تأخر في دفاع اتحاد العاصمة. والانطلاقة لاعتراض والمخالفة، لا 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 لا، الحكم قال ولا شيء. حبي لمال ولد خرج أمد حبيثني خرج ودانا عام معش موسى التوزيع. شعال 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 يمكن المولودية، أقول شعال ينقذ المولودية لأن الكرة كانت خطيرة ومنفذة كما ينبغي. آي من بن موسى مليمترية كانت متوجهة للشباك. آي حتى ولو متوجهة للشباك شفيك في القائمة الثانية. أي تصدي لشعال في هذه المولودية. هو التعادل السلبي بين الفريقين، بين اتحاد العاصمة.